انت بتعمل ايه يا عمو؟ انا قلت لك تصور. لو ما قدرتش تاخدهم تدفع حقهم؟ تدفع حقهم. انا قلت لك مش جاي حد ينافسني. انا مش جاي حد ينافسني. ما حدش يقدر ينافسني في الاكل. قول لهم بقى، قول لهم الناس عشان تعبتني. بس ايه رايك؟ كلت من عند لوكا قبل كده؟ كلت من عند لوكا قبل كده؟ طب جربوا لك خصم كل النهارده، كلهم لهم خصم عشاني. جربوه. قولي له يا بنتي مناجيل. قلنا بقى بنفطر بثلاث كراتين دول. خمسة وخمسة يا حبيبي. انا قلت لك بتعشق بني ادمين، مش مصدق ليه؟ انا كنت خاف منه. ايه بقى لك دراعك؟ عشان وقت الله يتقل. يا ريت يكون في صورة علشان تنحي تاكل كل ده يعني. حاضر. صور بقى الاكل كده من قريب. صوروا الاكل كده من قريب. صوروا بقى الاكل من قريب. صوروا. ادينا خلصنا اول ورقه دي اهو. تعالى كل عم شجعوا يا عيال، شجعوا يا جدعان. تحفة تحفة. تعالى كل تعالى كل، بس ما توجعني. بص انا بقى بنفسك كده ايه على احنا بنعمل الشغل. ارفعوا على التيك توك النهارده، انا اللي بقول لكم. دور بقى الاكل كده. انت خفت ولا ايه؟ انت جبت مره واحده. في ناس في اللايف يا ياسمين بيقولوا عايزين يتزوجوكي وكده، يعني هتقدروا على اكل ياسمين؟ في ناس في اللايف ايه؟ عايزين، في حد عايز يتزوجك. انت عايز تتجوزني؟ اقسم لي المواعين. طيب جوازي يا عمي. هتجيب لي اكل؟ هتجيب لي اكل ولا اكل؟ اجيب انا كل حماتي، فاهم انت؟ تعالوا كلوا يا جدعان، وربنا لا تيجوا يا جدعان. تعالوا كلوا. صوري بقى الاكل، فاهمه يعني؟ صوري بقى كده من قدام. صوري يا استاذ، صوري يا استاذه، صوري يا استاذ، صوري يا استاذ. لا من هنا. شكلك مش فاهم يا نصة. صوري يا استاذ. طب احنا كده خلصنا اتنين كريب، نخش على البيتزا بقى كده. ايه بقى؟ ما تشجعوها يا جدعان، شجعوا يا عيال. طبعا واحد تكون عامله على بنك الباب. تعالى كل يا عمو.
عندي كريب بالشوكولاته. انا عندي صباع. على عيني والله لا تاخدها. لا يا عم خد دي واحده كبيره ولا بلاش؟ دي واحده كبيره بلاش. انت على طمع ولا يا عمو؟ امال انا اكل ايه؟ انت اكلك. طب ما انا باكل من ادمين. لك يا نعم منك لا ليه يا عمو والله اتفضل. واحده لا بلاش. واحده على طمع يا عمو. لك ايه كده خلينا بالزاجين. ودي الثالثه ما شاء الله. شبعوها يا شباب شبعوها. انا عايزك تجيب الناس اللي واقفه دي بقى كده. انا كنت كل هنا وهنا. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هتفضلي تاكلي كل الاكل ده والاكل اللي جاي تاني؟ طبعا. لا وكمان اهل المنطقه عندك بيشجعوكي او طبعا متعود على كده؟ طبعا. امال بتختاري ايه بقى؟ لما بتتعشي مثلا الرز بتختاري ايه؟ ما انا قلت لك بقى ناكل 35 بيض. خمسه. وبتتغدي بايه؟ 10 فرخات. مش عايز اقول الرقم الحقيقي. بتجيب الفلوس لكل ده منين بقى؟ لا ما انا لو قلتها تاني هتحبس. فاهمة انت؟ مش عايزة اقول تجيب الفلوس منين؟ يا سيدي احنا على الله ان شاء الله. طبعا وحش الكون بتكبر من 33 بيض. خمسة. لا ما شاء الله. خمسة وخمسة علينا يا حبيبي. 35 بيض. الله أكبر. الله أكبر. وبرضه هنكرر احنا عندي لوكا في امتداد الوحدة. تعالى كل يا عمو حبيبي اتكل على الله بقى. تعالى بقى هنا كده يا تعزم الناس كلها على الاكل. عينيا من غير ولا كاتشب ولا مايونيز.